بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله معدنا مع المحاضرة الثالثة في التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول. عنوان المحاضرة: لماذا الخاسرون أكثر من الرابحون في عالم التداول؟ الإجابة تكون كالآتي: مبدئياً أوضحت الدراسات أن نسبة المتداولين الذين يخسرون كل رؤوس أموالهم تصل من 90 إلى 95%. والله كده أرقام مخيفة جداً تكاد لا تصدق، لكنها للأسف حقيقة مطلقة، وهذا ما نراه على أرض الواقع. ويبقى السؤال نفسه: لماذا عدد المتداولين الذين يتعرضون للخسارة أكثر بكثير جدا من المتداولين الذين يحققون أرباحا بشكل مستمر؟ والإجابة عن هذا السؤال تتلخص في عدة أسباب، منها أولا الدعايات الغير صحيحة أي الكاذبة التي تروج لها الكثير من الشركات النصابة، والتي تجعل من التداول سواء على سوق الخيارات الثنائية أو سوق الفوركس استثمر أموالك واربح عائدا لا يقل عن 20% أو 30%، جملة تجذب معها الراغبين في جمع المال والكسب السريع في وقت قصير، لكنها في حقيقة الأمر تخفي بين طياتها لعبة جديدة لا تحمل سوى لقب واحد، وهو النصب، والذي تجسده معظم شركات الفوركس التي انتشرت مؤخرا هذه الأيام. هذه الدعايات تظهر التداول على أنه شيء سهل جدا وبسيط، يعني بضغطة زر واحدة يمكنك صنع الثروة. هكذا تروج هذه الشركات وتحاول أن ترسخ في ذهن المتداول المبتدئ هذا المبدأ، وكأن لسان حالها يقول له: أنت لست في حاجة إلى عمل طلب شراء أو بيع، بضغطة زر واحدة وسترى المال ينهار عليك، بضغطة زر واحدة سوف تحقق نسبة ربح كبيرة جدا. وهكذا يروجون لهذا الأمر، وبناء على ذلك يطبعون في ذهن المبتدئ أنه ليس في حاجة إلى وقت طويل ليصبح إنسان ثري ويملك السيارة الفارهة واليخت الأبيض في البحر المتوسط والشاليه الفاخر في أرقى الأماكن. وبالطبع كل هذا بدون ذكر أي شيء عن مدى خطورة الخوض في هذا العالم المختلف والمجتمع المختلف بكل المقاييس عن باقي عوالم التجارة الأخرى وعن باقي المجتمعات للأسواق الأخرى. عالم التداول تحكمه قواعد وقوانين صارمة لا رحمة فيه ولا هوادة، كما أن هذه الشركات لا تحذر نهائياً من المخاطرة الناتجة عن التداول، كما أنهم لا يحذرون من حجم الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها ويتكبدها المتداول، وأنه يمكن أن يخسر كل أمواله. وعلى أثر هذا يخدع الكثير من المتداولين بخدعة سهولة التداول، وأن كل ما يحتاجه لصنع ثروة هو ضغطة زر واحدة وإيداع مبلغ مالي بسيط جدا، بينما الحقيقة غير ذلك نهائي. والكثير من المتداولين لديهم قصص مؤلمة، ليس فقط قصص على النصب والخداع في دخول سوق الأموال وخسارة الأموال، بل إنها قصص مؤلمة عن الفشل وعدم النجاح. لذلك فإن هذه الدعايات الكاذبة والغير صحيحة أحد الأسباب التي تجعل المتداول غير مستعد للتأقلم والتكيف مع بيئة مختلفة تماما عن البيئة العادية التي كان يعيش فيها، وعن
البيئة التي كان يعمل بها، فبيئة التداول تختلف تماماً عن بيئة العمل في الحياة العادية والحياة اليومية. أما السبب الرئيسي الثاني هو ما يعرف بخدعة التحليل. هذا السبب هو الذي طغى على سوق المال وروج له على أنه الحقيقة المطلقة للنجاح والمكسب. وعلى فكرة هذا اعتقاد راسخ لدى الكثير من الناس، فبعد خسارتهم الكثير من الأموال بسبب خدعة الدعاية من الشركات العاملة في هذا المجال، يأتي السبب الثاني وهو عدم معرفتك حقيقة الأسواق. نعم، إن التحليل الفني شيء مهم جدا في عالم التداول، ولا بد أن تكون ملم به تماما، ولكن ليس هو الحقيقة المطلقة التي تجعلك تربح الأموال في عالم التداول، حيث أن هناك عدد هائل من التحليلات التي يجب عليك أن تتعلمها وتعتمد عليها، سواء في سوق الفوركس أو في سوق الخيارات الثنائية، وذلك من أجل انتقاء أفضل الفرص. والأهم من جميع أنواع التحليلات الفنية هو تحليل المشاعر والسلوك، أو ما يعرف بالتحليل النفسي السيكولوجي للمتداول، وهذا ما يعالجه هذا الكورس خلال المحاضرات القادمة إن شاء الله، حيث أن أي متداول تعرض لخسائر كبيرة أدت به إلى نوع من خيبة الأمل، على الرغم من إدراكه واستيعابه لكثير من أنواع التحليلات الفنية والأساسية، في النهاية لا بد له أن يتعلم هذا النوع من التحليل، ألا وهو التحليل السيكولوجي والنفسي للمتداول. وقبل النهاية لي تعقيب بسيط، بالطبع ليس كل الشركات سواء على مستوى الخيارات الثنائية أو باقي الأسواق تعتبر شركات نصابة، حيث أن هناك الكثير من الشركات المحترمة والموثوق بها تحذر من المخاطرة الناتجة عن التداول. لكن المقصود هنا أنه هناك جانب مظلم في موضوع الشركات يتم من خلاله الخداع والنصب على المتداولين، فاحذر هذه الشركات الكاذبة الخادعة. وقبل النهاية أيضا نستطيع أن نلخص ما قلناه في كلمتين، أن أسباب خسارة أكثر من 90% من المتداولين هي الدعايات البراقة الكاذبة حول سهولة وبساطة التداول، الدخول في هذا المجال دون علم ودراسة وفهم وتطبيق عملي جيد لفترات طويلة على الحساب التجريبي، عدم الوعي والفهم لأنواع التحليلات الفنية المختلفة وخاصة التحليل النفسي والسيكولوجي للمتداول. وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.